لا يكلف الله نفسا الا ها وسعها. انت عارفه يعني ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ الوسع ده المفسرين قالوا يعني ما فيه رفاهيتها، ما فيه سعتها، ما فيه فرحها. يعني ربنا ما بيكلفكش بأي تكليف في الشرع، ربنا ما بيكلفكيش بأي تكليف في الشرع إلا اللي فيه وسعك ومصلحتك وسعادتك ورفاهيتك. الكلمة دي تحببك قوي في شرع الله، الكلمة دي تحببك قوي في الشريعة الإسلامية، الكلمة دي تحببك قوي في الحجاب، لأن الحجاب ده هو سبب السعة. يعني البنات لما خلعت الحجاب كسبت إيه؟ حياتها كلها بقت ضنك في ضنك، ويعني مصائب كوارث كوارث في شقاء المرأة في هذا العصر. ربنا يسعد قلوب المسلمين والمسلمات يا رب. الكلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أي تكليف مقصد الشرع فيه هو تحقيق السعة والرفاهية والوسع والسعادة والرخاء في الدنيا قبل الآخرة. يعني التزامك بشرع ربنا هيخليك باشا.